اوكي. دورتموند كان خطير ليه النهارده؟ ليه دورتموند النهارده كان افضل من الريال؟ في الشوط الاول دورتموند كان اكثر تنظيما كفريق على وكان اكثر خطوره ولا سيما من الجانب الايسر، لان المدافع الايمن لريال مدريد كارفاخال كان يخرج للهجوم كثيرا وكان يترك في خلفه مساحة في الرواق الأيمن. من هذا الرواق الأيمن جاءت ثلاث فرص محققة. كان بإمكان دورتموند أن يحقق فوزا تاريخيا في الشوط الأول ولكنه لم يحقق ذلك. اشرح لي بقى على البورد الرسمة اللي انت رسمها وراك ديت، دورتموند لعب النهاردة ازاي المباراة وأيضا ريال مدريد لعب ازاي المباراة. بروسيا دورتموند هو بالفريق الأزرق كان بحارس المرمى وأربعة مدافعين وأربعة لاعبين في وسط الملعب، اثنين للدفاع واثنين في الرواق الأيمن وآخر في الرواق الأيسر، وهناك مهاجم وحيد فقط، لذا هم لعبوا 4-2-3-1. ومن هنا كان دورتموند يعتمد على لعبه في الجهة اليمنى للخروج بالكرة. ريال مدريد لعب 4-2-1-2 بيلينغهام و2 رودريجو وفينيسيو جونيور. في الشوط الأول رودريجو لم يكن بالشكل الجيد بشكل كافي، وكان في الاعتماد الكلي على فينيسيوس جونيور، ولكنه لم يصنع الكثير من الفرص. بروسيا دورتموند صنع ثلاث فرص محققة. إذن أنا على يقين من أن دورتموند كان بإمكانه أن يسجل ثلاث فرص، ولكنه لم يكن يملك التركيز الكافي، وريال مدريد لم يكن يملك الحذر الكافي في الشوط الأول، لذا كانت الأمور تميل إلى دورتموند في الشوط الأول بشكل كامل. هذا هو الشوط الأول. طيب سؤال القادم ليك يخص النهاردة ناحية الناحية اليسرى لدورتموند، كانت هي الناحية الأفضل بكتير، والناحية اليمنى رغم أن كارباخال عمل أداء كبير جدا النهاردة لكنها كانت مخترقة معظم الوقت، ده بسبب لعيب الوسط أم بسبب مساكي ريال مدريد المدافعين؟ بالتحديد لأن ريال مدريد كان بيلعب بفالفيردي وكارفاخال في الجهة اليمين، وأيضا نحن لم نرى رودريجو كثيرا في الشطر. كارفاخال ورودريجو كان هناك بينهما مساحة، في هذه المساحة كان يعتمد دورتموند بالخروج بالكرة في هذه المساحة، وكان خطير جدا واستطاع أن يخرق فرص في على مرمى الرياض من خلال هذه المساحة الفارغة التي ترونها. في الشوط الثاني ريال مدريد، أعتقد أن كارلو أنشيلوتي أن مدرب ريال مدريد تدرك هذا الخطأ وطلب من لاعبه أن يتحرك أكثر في هذه المساحة بشكل حذر، واستطاع كارفاخال ألا يعطي مساحة كبيرة، وكان رودريجو أيضا مطالب بالنزول للدفاع في هذه المساحة وأن يعطل لاعب دورتموند في الخروج بالكرة وألا تكون لهم السيطرة الكاملة وألا يخرجوا بالكرة بشكل مريح، لذا تمكن ريال مدريد من الفوز هذه الليلة. لماذا تحسن ريال مدريد الشوط الثاني عنه في الشوط الأول تحديدا في النواحي الهجومية؟ نظري في
فترة ما بين الشوطين. أعتقد أن كارلو أنشيلوتي وبخ اللاعبين وتحدث معهم بشكل عنيف وطلبهم بألا يتلقوا هدفا وطلبهم بالمزيد من التنظيم وطلبهم بالتركيز الهجوم على مرمى بروسيا وأن يهاجموا بشكل أكثر شراسة وأن يخلقوا فرص أمام مرمى. وهو كان يعلم بالتأكيد أن لديه اللاعبين الذين يستطيعون استغلال هذه الفرص وتمكن من تسجيل هدفا وهو كان على يقين أنه سوف يستطيع الدفاع عن هذا الهدف. ريال مدريد سجل هدفا وهو فريق كبير يستطيع إغلاق المساحات ويستطيع أن يحافظ على هذا الهدف. فريق أنجب روبرتو كارلوس وراؤول بالتأكيد هناك خبرة متراكمة في هذا الفريق في مثل هذه المواعيد الكبرى تمكنهم الحفاظ على النتيجة المباراة. باولو كامبوس المدرب الأسبق لنادي ريال مدريد، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذا التحليل ما بعد هذه المواجهة الكبيرة بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.